الاهلي في كل مكان، كابتن سامي قمصان. كابتن سامي مبروك النهارده، يمكن كنت بتكلم مع الكابتن سيد. كل مباراه ليها ظروف، ليها تحضير، عندنا سياسه تدوير مهمه جدا. والحاجه المميزه اللي بتسعد الجهاز الفني ان احنا عندنا دكه تقيله وعندنا لعيبه اللي بيطلع زي اللي جوه، دي حاجات اكيد عوامل مهمه جدا اللي بتساعدنا على الفوز بنتيجه كبيره على فريق زي الانتاج الحربي. الحمد لله طبعا، مبروك ليك ومبروك للمؤمن النادي الاهلي. مباراه مميزه جدا واداء مميز جدا واداء ونتيجه، كنا مسيطرين الحمد لله على اغلب المباراه. ويمكن انت قلت الحلول الكتيره بتدي افضليه لينا وبتدي حلول لينا وبتدي منافسه كويسه بين اللعيبه، وده الحمد لله الراجل اللي قدر يخرج الحاجات ديت. اتمنى ان شاء الله بس يكون عندنا استمراريه. محتاجين دعم جمهور النادي الاهلي اكتر واكتر، ومحتاجين الثقه دي، محتاجين الثقه للاعيبتنا وجهازنا، وان شاء الله اللي جاي افضل لينا باذن الله. تحضير المباراه بيكون مهم جدا وبيدل، يمكن بنشوف المستريني فايلر والجهاز الفني بيحضر بشكل كبير، لان انا اعتقد النادي الاهلي ما كسبش الانتاج بسكور كبير جدا يا كابتن سامي خلال الايام اللي فاتت. ده واضح ان الراجل بيقف على النقاط، على قوه الضعف، الاستشاره كمان بالنسبه للجهاز الفني بالكامل، ده عامل مهم جدا عايزين نوضحه لكل الناس يا كابتن. هو الراجل بيسمع جدا طبعا وبيحضر كويس جدا وبيهتم بالتفاصيل الصغيره جدا اللي بتبقى في الفرقه او الفرقه المنافسه لينا، يعني بيحضر كويس بيشتغل كويس. وانت في الاول والاخر انت بتعمل اللي عليك، والتوفيق ده بيجي من عند ربنا، لكن طبعا لازم انت تبقى عندك اسباب التوفيق ده. واعتقد اللي هو بنسعى له، وكل المنظومه زي ما انت قلت كله بيساعد، كله بيأدي المطلوب منه. واعتقد ان ده يعني ده دور الجهاز، وده شكل الجهاز اللي المفروض يكون موجود. يعني ضغط مستمر، مباراه اسوان خلاص انتوا هتسافروا كابتن سامي من الجمعه، ومباراه الساعه 3 كمان، يعني امر صعب شويه، لكن كيف سيتعامل الجهاز الفني تحضيريا سواء النظري او العملي بالنسبه لهذه المباراه؟ زي كل مره بقول لك، ده قدر لعيبه النادي الاهلي، عندنا مباراه مهمه جدا، ثلاث نقاط مهمه جدا، عندنا ظروف سفر زي ما انت قلت اهوت، يمكن احنا هنسافر فجر الجمعه عشان الطيران، وبعد كده عندنا مباراه الساعه 3 برضو، يعني صعوبه جدا يعني في اسوان دلوقتي في اللي انت تلعب في دوت، ورغم ان هم عندهم مثلا اضاءه يعني، لكن اعتقد ان احنا ان شاء الله قادرين ان احنا نتغلب على الصعاب ديت، وان شاء الله نحقق برضو الثلاث نقاط ان شاء الله. شكرا شكرا. بنبارك من جديد يا كابتن اسلام للكابتن سامي قمصان لعيبه النادي الاهلي، كابتن سيد عبد الحفيظ النهارده.